فلما اجي اتفرج انا خدت اللي انا عايزه من المباراه ولا لا، اقول الحمد لله ان احنا خدنا اللي احنا عايزينه من المباراه، لكن لسه ما وصلناش للفورمه واللي احنا ناملها واللي احنا عايزينها. لسه كمان مع دخول بعض الصفقات ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في تدعيمات باذن الله. طبعا اللعيبه الى الان اللي موجودين معانا، الخماسي اللي تم قيدهم افريقيا بشكل عام وهيشاركوا في السوبر الافريقي ان شاء الله، وبعديها بعد ما نوصل ان شاء الله لدور المجموعات باذن الله بعد ما نعدي بامر الله دور 32 من الكونفدراليه، ف مع التطوير واحده واحده هنلاقي الشكل اللي احنا عايزينه. فمش عايز جمهور الزمالك يستعجل قوي، مش عايزين احنا كلنا نستعجل بشكل عام، اهم حاجه ان احنا يبقى عينينا بتبص صح، بتبص على الايجابيات، ولازم نرصد السلبيات ونتكلم فيها عشان ما نتاخرش وعشان ما تفوتناش. ده شيء مهم جدا وشيء مقدر لازم نحطه في الاعتبار، لكن مش عايزين برضو ان احنا ايه نبالغ شويه، ما نبقاش عارفين ان احنا في اول موسم، مش عارفين ان في لعيبه جايه من راحات كتيره زي ما قلت لكم. عدد كتير من اللعيبه لسه بقى لهم فتره بينسجم، ولسه شويه بقى لهم فتره بعاد عن فورمه الماتشات، فده امور طبيعيه بشكل عام. كمان لو خدنا بالنا ان احنا الحمد لله فزنا في مباراه الذهاب وكل حاجه، لكن شكل مباراه العوده ممكن يبقى عامل ازاي. الحقيقه انا مثلا واحد من الناس لقيتني شويه تغييرات الفنيه في الماتش اللي فات، يعني بعض التغييرات خلت فريق الشرطه الكيني ينشط اكتر، خلته يتجرأ انجاز التعبير على فريق الزمالك طبعا، خاصه الشوط الثاني، وشفنا اكتر من فرصه بتضيع واكتر من وصول للمرمى. طبعا ده شيء انا شايف لو كنا جبنا هدف تاني وقتلنا المباراه كانت ممكن تبقى الامور اسهل بكتير، لكن قلت الاسباب خلاص. لكن ده يخليني برضه اخد بالي ان الفريق عنده ما عندوش حاجه يبكي عليها، هيلعب بره ملعبه اكيد مصمم انه يجيب جون، وده لازم نحطه في الاعتبار، لازم نبقى حذرين زياده عن اللزوم، لازم نحترم طبعا بشكل كبير جدا فريق الشرطه الكيني، لان واضح ان هو طلع بعض الانياب اللي عنده الشوط الثاني عشان ما يدخلش بقى في حزب بيرما ويدخل فيك هدف وتبدا الامور تتعقد. فالاولويه في الماتش اللي جاي باذن الله ان احنا ما يدخلش فينا هدف، ده رقم يعني واحد في الاولويات ومهم جدا، لان لو نفتكر مباراه ارتا سولار الموسم اللي فات وبنفس الظروف كده وبعد كده، بس طبعا الحمد لله كنا يعني المره دي الحمد لله اتعلمنا الدرس وما خسرناش بره ملعبنا والامور اكثر استقرارا بشكل عام. لكن لازم نقول ان المباراه دي علمتنا، فالهدف اللي بيبقى على ملعبنا ساعات بيعقد الامور شويه، فبيبقى مهم بشكل كبير ان احنا نلعب على ده ونبقى حذرين بشكل كبير، ان احنا نبقى حريصين ما تدخلش فينا هدف. فالتامين الدفاعي والحذر ده شيء مهم جدا جدا، ده على فكره اللي شاغل بال مستر جوزيه جوميز ويتكلم عنه كمان بعد المباراه الاولى، لان شاف اخطاء دفاعيه وكان هو نفسه يعني قايم نفسه وشاف ان لازم تعديلها، وانا مبسوط ان هو شايفها عشان ما يبقاش بعد ما كسب في ناس كده بيتجاهلوا، او في مدربين ممكن ما يبقوش واخدين بالهم من ملاحظات مهمه جدا، لكن هو لما يحط القصه دي يعني اون سبوت هيحطها في الاعتبار، ولو كمان راجع الماتش بالفيديو ولا فرج اللعيبه على الاخطاء اعتقد هتكون بالنسبه لهم مهمه جدا جدا، عشان نشوف الوقفه، نشوف التمركزات، حتى لو موضوع عنصر البدني ما كانش مكتمل، لكن احنا كلعيبه كبار وكخبرات نقدر نتعامل مع المواقف اللي زي دي، بدليل ان انت حتى ممكن باقل مجهود تعرف تكسب بره ملعبك في الماتشات اللي شبه دي. فانا كمان عايز اقول ان احنا مهما كان الشكل، مهما كان الاداء مش راضينا قوي، لكن انا شايف ان البروجرس الطبيعي او التطوير الطبيعي الفتره اللي جايه والتطور الطبيعي ان مباراه بعد مباراه هنبدا الشكل اللي يتحسن افضل، هيبدا اللحمه والانسجام تاني يرجع تاني، هنبدا كمان لما بتكتر لعيبه الكوره في الملعب بنبدا نتفرج على الاداء الجميل اللي شفناه لما كان الفرقه مكتمله. فيهمنا ان احنا نكون منطقيين وما نستعجلش قوي قوي على الفريق، صحيح احنا عارفين ان عندنا ماتشات مضغوطه وعندنا بطوله الكونفدراليه في اسبوع دور 32، بعديها اسبوع تاني مباراه مهمه جدا السوبر الافريقي، بعديها بشويه بسيط عندك كمان السوبر في الامارات، فانت بتتكلم كلها طبعا ماتشات مهمه، ولسه ان شاء الله عندنا وقت ان احنا نكسب ارض، نكسب انسجام.